ومن أعظم هذه النعم التي يمتن الله عز وجل بها على الإنسان نعمة الهداية، أن يشرح صدره للإيمان. وهذه النعمة التي هي نعمة الهداية، إذ بها يكون الإنسان مهتديا، وبها يكون الإنسان مسلما، وبها يكون الإنسان مؤمنا، وبها يكون الإنسان معصوم الدم، وبها يكون الإنسان ماله حرام وعرضه حرام، وبها يكون الإنسان في هذه الدنيا عظيم القدر رفيع الشأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم إنسان مسلم بغير حق. وبها تحتفي به هذه المخلوقات، وبفقدها يكون الإنسان حقيراً حتى على هذه المخلوقات، كما ذكر الله عز وجل عن قومي عن فرعون وقومه بعد أن أهلكهم الله لأنهم لم يقبلوا الهدى الذي جاءهم من عند الله مع كليمه موسى عليه الصلاة والسلام. فعندما وقع عليهم الهلاك قال الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء ولا الأرض. قال الإمام التابعي مجاهد عند هذه الآية: ما من عبد مؤمن يموت إلا بكت عليه السماء والأرض. قيل: يا مجاهد، أما تعقل؟ وهل تبكي السماء والأرض؟ قال: وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لصوته دوي كدوي النحل بالقرآن. وقال ابن مسعود: إن الجبل لينادي الجبل أمامه يقول: يا فلان، هل مر عليك اليوم رجل ذكر الله؟ فيقول: نعم. قال: فيفرح ذلك الجبل.